فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. أسهر الليالي لمصالحكم، أنتم مني كالجسد والروح. في عن مبدأ ندين به بعد الله وبعد عقيدتنا الإسلامية. مجلة على العمل لرفع شان الإسلام وعلى كلمة الله. هذه الدولة الحمد لله تتمسك بشيء لا يمكن تحيد عنه، هو كتاب الله وسنة رسوله. قامت هذه الدعوة على أساس أنها دعوة التوحيد، دعوة الدعوة لدين الله في الرسول. أنت مبسوط؟ يا دا أنا أحبك. وأنا أحبك بعد. تائبا مستنكرا لما هو عليه متعاونا بما يعرف عن هذه الفئات سيكون ان شاء الله نامل يكون مواطنا صالحا. لاننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فقط يضعون هدف ويحققونه بكل سهوله. لا اعتقد يوجد اي تحديات امام الشعب السعودي العظيم. لدينا جبل دائما نضرب فيه مثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. همة السعوديين لن تنكسر إذا هد هذا الجبل وتساوى بالأرض. همة السعوديين لن تنكسر إذا هد هذا الجبل وتساوى بالأرض.